خايفة بهنغاريا لأنه ما أرجع ألتقي فيهم، بس الحمد لله رجعت ألتقي فيهم كلياتهم هلأ معي. كان شعور كتير حلو لما رجعت هيك أنا وعائلتي، طلعنا كل شيء هيك جواتنا، حكينا كل شيء معهم. هون نحن بكامب أحسن من غيره، والشيء الأسوأ إنه نحن بس مضطرين إنه نستنى هون لشهر ثلاثة. أهم شيء كمان عندي هو مدرسة، كتير متأملة أعرف شو هون بيدرسوا، شو المدارس هون، حابة أعرف إنه المدرسة تبعي شو حتكون. أنا وأخواتي كلياتنا بنضل نقول إنه بدنا نرجع على سوريا وبدنا نظبطها للبلد وبدنا يعني نعمل أي شيء، إحنا كل العلمية حنكتسبه هون، إن شاء الله إن شاء الله نقدر نروح نرجع ونعمر سوريا من أول وجديد.